طيب اذا احنا هلا طلعنا من الاوبن سيركت تيست والشورت سيركت تيست، طلعنا الايكوفالنت سيركت، الايكوفالنت سيركت الترانسفورم عملناها ريفيرل للسكندري، عملنا لها ريفيرل للسكندري، فقسمنا هذا على 10 تربيع، قسمنا هذا على 10 تربيع، وقسمنا هذول الاثنين على 10 تربيع، ولاني بشتغل على السكندري هون اللي بكون عندي بحطه هو الفي اس وبستعمل الاي اس، واذا بدي اقارنه بقارنه بفي تي على اي بهاي الدائره، يعني صار هون لما بطلع بشوف في تي على اي، ما بشوف في تي، بشوف في تي على اي، لما بدي اقارن الريجوليشن اشوف وضع الريجوليشن. هلا المطلوب بالسؤال بقول لو هذا بدل الترانسفورمر يشتغل على فول لود ويسحب الريتد سكندري كرنت، يعني كالكوليت فول لود فولتج ريجوليشن، بس بثلاث حالات، يعني هذا الجزء سي، هلا اسيوم فول لود، شو يعني فول لود؟ كيف بتعرف شو الفول لود؟ قديش الاس تبعته؟ قديش كانت الابارنت باور تبعت هذا المحول؟ 15 كي في. وكان السكندري فولتج ريتد سكندري فولتج كان 230 فولت، مش هيك؟ اذا بقدر الان اطلع هاي سكندري فول لود، لانه عندي اوريدي اس من هون، فبصير عندي 15000 على 230، مش هيك؟ اللي هو المفروض يطلع معي الفول ريتد كرنت 65.2. هو الكوساين، وين الكوساين؟ على اساس انه الباور فاكتور واحد؟ لا كل شيء. لا وين الباور فاكتور؟ سوى واحد، هو فول لود يعني سوى واحد. هذه اس مش بي. اس شو بتساوي؟ في اي. بي بتساوي في اي كوساين ثيتا. اوكي هذه اس، هذه الابارنت باور. اوكي هاي الكي في اي لسنجل فيز، طبعا ما دخلنا بثري فيز، سنجل فيز لسنجل فيز، هذه بتساوي اي في في ار ام اس. لو بدي احسب الباور، انا ما عم بقول انه هو بسحب 15 كيلو وات، عم بقول انه بسحب 15 كي في اي تبعته، بسحب الكرنت. طيب اذا هلا السؤال بقول اذا سحبنا هذا هون، رح نفترض انه في سكندري الزاوية تبعتها زيرو، وراح اصير اطلع على اي سكندري ايش الزاوية تبعتها. هذا على مين بيعتمد؟ مين تعتمد الزاوية تبعت السكندري؟ زد لمين؟ اللود. اللود مين اللي حكى اللود؟ اللود الكونسيومر تبعي بقرر شو بده يستخدم، هو على السكندري مزبوط، بس مش المحول اللي بحددها، مين اللي بحددها؟ في لود عماله بسحب، اجى الكونسيومر قرر بده يركب اندكشن موتور، شو راح يبين اللود؟ اندكتيف لاجينج. اجى قرر يركب هيتر، ريزيستيف هيتر، شو راح يبين اللود؟ ريزيستيف فول باور فاكتور، 1 باور فاكتور اوف 1. اجى قرر يركب كاباسيترز مثلا، مجموعه كاباسيترز او سينكرونس موتور ات فيري لو لود، ايش ببين اللود؟ ليدنج. اوكي ماشي واضح فاهمين؟ فيعني احنا بنقول هون انه هاي المحول احنا بسطنا هذا المحول، افترضناه بس سيريز امبيدنس، هاي الكاستمر هون، والكاستمر اذا يركب مجموعه مقاومات ايش راح تكون العلاقه بين اي اس وفي اس؟ الزاويه زيرو، مش هيك؟ انفيز. اجى هون الكاستمر قرر انه يركب اندكتيف لود، شو راح يصير الكرنت؟ انا بحكي عن السكندري والسكندري كرنت والسكندري فولتج، شو راح يصير الكرنت بالنسبه لهاي؟ لا اذا ركب هون شيء كاباسيتيف لود، شو راح يصير الكرنت؟ في عندي ثلاث حالات. الحاله الاولى اللي هي الفرع سي واحد، راح يكون عندي الباور فاكتور يساوي 0.8 لاجينج، ولاحظوا بقدرش اقول ماينس 0.8 لانه كوساين از نيجاتيف انجل بيساوي بوزيتيف. ماشي فاهمين؟ ما فيش اسمه ماينس 0.8، الباور فاكتور 0.8 بالحالتين، الزاويه البوزيتيف والنيجاتيف الكوساين نفسها، بس بميز بايش بقول؟ لاجينج. والحاله الثانيه لما الباور فاكتور بيساوي 1 يعني ان فيز، ولما تكون الحالة الثالثة هي يعني هون هي الحالة الثانية وهي الحالة الثالثة رومان، ثلاثة رومان بتساوي 0.8. هي سؤال سؤال سؤال، نيجي بنسأل هون بنقول بالحالات الثلاثة هدول قديش في البرايمري؟ إذا يعني أنت رح تقول لي ما هو في البرايمري جاي من الشركة، مزبوط، بس إحنا بنقول لو إحنا ما جيناش ما شفنا شو البرايمري، جينا اطلعنا على الوضع ولقينا فولتج هون 230 فولت هون، وفي عندي كرنت، الكرنت رح تضلها قيمته
65.2 فولت، بس ايش راح يتغير؟ زاويته. اظن ال 80 البوينت 8 بيطلع زاوية 36.9 مظبوط، كوساين 36.9 بتطلع 0.8 مظبوط 36.9، فهاي راح تكون يا اما بلس او عفوا ماينس باللاجينج 36.8 ديجريز، يا راح تكون 0 ديجريز، يا راح تكون بلس 36.8 ديجريز. هدول الثلاث حالات بيختلفوا، ليش بيختلفوا؟ ليش الحالة الأولى مش زي الحالة الثالثة؟ كاباسيتيف طير، بس ليش ما بطل... يعني كماجنيتيود ليش بيطلعوا الاثنين الماجنيتيود تبعهم نفسه مش 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 متشابه؟ هون انا اوريدي عندي اندكتيف، فما بيطلع هذا الجواب نفس هذا الجواب، في عندي اندكتيف بزيد على اندكتيف، مش زي لما كاباسيتيف يلغي اندكتيف. اوكي، وراح تشوفوا هلا بالفيزر دايجرامز من هون. الكل فاهم هذول الثلاث حالات؟ 8 10 هو معطيني اياه 8 بال 10، هو اعطاني 8 10، قال لي هذا الكاستمر اجى قرر يسحب فول لود، لانه قرر يسحب فول لود واحنا عم نحسب هون كي في اي، فول لود على كي في اي يعني الكرنت بضل كونستانت، سحب 65.2 امبير، معناه بالثلاث حالات عم بسحب الفول لود. الفول لود بتعريف ايش؟ مش الباور، بتعريف الابارنت باور. سحب بالثلاث حالات 65.2 امبير، بس مره سحبها ات لاجينج 0.8 باور فاكتور ان فيز وليدنج 0.8 باور فاكتور. بالثلاث حالات عمالنا نسال هون بنشوف بنقول ايش بي بي HVP HVP، ونسأل قديش الفولتج ريجوليشن، فولتج ريجوليشن، فولتج ريجوليشن. اوكي، ايش عرفنا الفولتج ريجوليشن؟ ممكن تكون الفول لود النو لود ماينس الفول لود على الفول لود السكندري. يعني احد تعريفات الفولتج بي اس عفوا الفولتج ريجوليشن بيساوي في اس نو لود minus V secondary full load على V secondary full load V 100%. وفي تعريف ثاني كان اسهل يمكن نستعمله، اللي هو اظن بنستعمل VP مش هيك؟ لانه عندي انا VS full load راح اعتبر انها بتضلها 230 من هون، بدي اشوف انا ايش VP بتصير، فممكن استعمل VP على A مش هيك مضبوط؟ minus VS full load على VS full load. بس هذه راح اثبتها اصلا انا على 230، وهاي راح اثبتها على 230. اذا مين اللي بدي الاقيه؟ في بي. على فكره هذول راح يطلع معي في بي على ايه، في بي على ايه، في بي على ايه. ليش راح يطلعوا معي في بي على ايه؟ لانه حساباتي كلها راح اعملها with respect to the secondary. فلما بحسب هون هي لاحظوا طلعوا الدائره، شو بتقول هاي الدائره؟ فولتج كيرشوف فولتج لو، شو بقول؟ هاي الكميه زائد هاي الكميه بتساوي هاي الكمية مش هيك؟ من هون لهون يساوي من هون لهون زائد من هون لهون. فاحنا عمالنا بنقول انه في بي على الاي بتساوي في اس زائد في اذا بدك ايكوفلنت، وفي ايكوفلنت شو بيساوي؟ اي اس مضروبه في اي ايكوفلنت تو ذا سكندري طبعا زائد جي اي اس اكس ايكوفلنت تو ذا سكندري. اوكي؟ كل فاهم هاي المعادله؟ فكأني عمالي بقول انه الدائره النهائيه صارت كانها زي هيك، هاي زد ايكويفالنت، هاي في اس، وهاي في بي على اي. بدك تطلع في بي اضربها في اي، ما فيش مشكله، بس ما تروح تطرح في بي من في اس، مزبوط بصير؟ بده يكون في، يعني بقدر اطرحهم وهذا صار في ريجن وهذا في ريجن. لو انهم بير يونت بطرحهم مباشره، بس هذول مش بير يونت. لو اني بحولهم بير يونت بقدر مباشر اطرح هاي بير يونت ناقص هاي بير يونت. اذا صار عندي هلا هذه الحاله، وهلا اذا متذكرين الثلاث حالات هذول راح يصير عندي هذول الفيزر دايجرامز، هي في اس، اي اس وين راح يكون؟ لاجينج مضبوط، راح يصير عندي اي اس ار ايكوفلنت هيك، واي اس اكس ايكوفلنت هيك مضبوط. احنا قلنا بنجمعهم شو راح يصير عندي؟ هذا الخط في بي على اي، والحاله الثانيه راح يكون عندي هذا في اس، وراح يكون اي اس ان فيز، راح يصير عندي هذا اي اس ار ايكوفلنت، هذا راح يصير اي اس اكس ايكوفلنت، هي 90 اوريدي موجوده، وهاي بتصير
في في على ال. والحالة الثالثة هي في اس ليدنج. ايش الكرنت؟ ليدنج. فهذا هون اي اس، فراح يصير عندي هذا اي اس ار ايكوفلنت و90 درجة عليه اي اس اكس ايكوفلنت، وين راح يصير في بي؟ في بي على اي عفوا. اوكي ماشي، الكل متذكر هذول الثلاث حالات، وين هم الثلاث حالات هذول؟ هي هاي واحدة، هاي الثانية، هاي الثالثة. شو بنتوقع بالحالة الثالثة يطلع في بي على اي؟ يمكن يطلع اقل، ويمكن حتى يوصل يصير اقل من في اس. راح يكون اكبر شيء بالحالة هاي، بعدين اصغر شوي بالحالة هاي، بعدين اصغر. فعلى فكرة الكاستمر اللي بيسحب كاباسيتيف ليدنج عم بيساعدني، كأنه بيعمل نوع من التصحيح بالسيستم. ساعدنا هون وتحسن الفولتج، تحسن الفولتج ريجوليشن. اوكي خلينا نوقف هون.